كنت يا شيخي عند مريض لي يحتضر عمره 10 سنين، وأبوه من أعجب الناس من رأيت، وكان جهاز الأكسجين والضغط والنبض على إصبع رجله الكبير، على إصبع رجله الكبير. فتوقف كل شيء، يعني في عندنا أنه مات. قال أبوه: يا دكتور، ممكن تحط اللاقط هذا على ساقه؟ فوضعته على ساقه، فإذا بالضغط وكل شيء رجع كما هو، ثم ما هي إلا دقيقة ودقيقتين وتوقف كل شيء. قال: يا دكتور، ممكن تحطها على ساقه، على فخذه؟ فوضعناها على فخذه، فوجدنا كل شيء يعمل. بعد دقيقة دقيقتين وأقل انتهى كل شيء. قال: يا دكتور، حطها على بطنه، فرجع، ثم على صدره، فرجع، ثم على حلقه، ثم خرجت روحه. كان لي جار عجيب في طاعته وبره بوالدته، يقول: اتصلت بي الوالدة وأنا جارها بجنبها في بيتي، قالت: تعال، أنا تعبانة شوي. فيقول: دخلت عليها فوجدت وأنا تاركها طيبة، فوجدتها نائمة، قالت: يا ولدي اقرأ علي. فقرأت، فإذا بها تقول: يا ولدي، خرجت الروح من رجلي. قال: يا أمه اتق الله. قالت: يا ولدي، الروح إذا خرجت لا ترجع. ثم شوي قال: خرجت الروح، قالت: خرجت الروح من ساقي، ثم من فخذي، ثم من بطني، ثم من صدري، ثم يا ولدي عند حلقي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم خرجت روحها. يقول لي أحد أبناء عالم من علماء المملكة، مات من سنين قريبة، بل من أعظمهم وأشهرهم، يقول: كنت بجانب الوالد وهو يحتضر، قال: خرجت الروح من رجلي، خرجت من ساقي، من فخذي، إلى أن قال: وصلت الحلقوم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إذن الاحتضار يا أخوان هي حياة، حياة عجيبة عظيمة، تحتاج مني ومنكم إلى عمل حتى نرى نتائجنا.